صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده عن استعمالات الفويل، غير ان احنا طبعا نغطي بيها الاكل، مع ان برضو دلوقتي بقى يعني الجديد يعني اللي هم قالوا ان الفويل مش صحي ان احنا نغطي بيه الاكل، لازم نحط تحته ورق زبده. تمام. طيب في كذا بقى ايه استعمالات للفويل كتير قوي هقول لكم عليها دلوقتي، غير اللي احنا نغطي بيه الاكل. طيب اول حاجه احنا طبعا عشان نبقى متفقين، وانا قلتها لكم زمان في اول، اللي متابعني من زمان من اول فيديو افكار انا عملته، الكلام ده تقريبا من 8 شهور او من 9 شهور، لا 9 شهور اه تقريبا او 10 شهور، كنت قايله لكم على الفكره دي اللي هي طبعا كله اخدها دلوقتي، اللي هي اللي احنا نحط فيه هنا بيقول لك اضغط، بصوا هنا بيقول لك اضغط هنا للتثبيت، هنضغط على الحته دي، انا عاملاها اوريدي عشان طبعا بعملها كل ما افتح علبه جديده بعملها، وتضغطي هنا برضو الضغطه دي هتطلع هنا اتنين كده كرتونتين صغيرين بيمسكوا البكره الفويل، بصوا اهو ما تقعش خالص، وعادي انت تعملي بقى كده وتروحي، ده اللي ما شافش الفيديو بتاعي، وتروحي عاملاها قصها عادي هنا في سكينه كده مشرشره عادي اهي. على فكره احسن حاجه للفويل كده، يعني انتوا ما تطلعوش الفويل وتحطوه في حاجه تانية، لما تيجي تقطعه مش هيتقطع كويس، لكن بالضغطتين دول اللي انا وريتها لكم قبل كده الكرتونه دي، وانت تقطعي بالسكينه الحاده بتاعته كده اهو، دي احسن قطعه للفويل. تمام. احنا اتفقنا اهو اول حاجة على الفويل ازاي نقطعه وازاي نحطه في الكرتونة، واللي هو الاحمر ده اللي هو الديميتا الاحمر اللي هو قوية التحمل ده برضو بالمرة ده احسن نوع. طيب اول فكرة معانا للفويل هنعمل ايه؟ احنا طبعا عارفين السامسونج، الموبايلات السامسونج كان قبل كده في لام بتتباع في الاسواق، انا برضو كنت جايبة منها الموبايل بتاعي القديم اللي هو السامسونج ده، بس الايفون بتاعي ما بيجيش عليه الموضوع ده، جربته في الايفون لا. هتعملي ايه؟ هتروحي جايبه ورقه فويل، دي اول فكره معانا، ورقه فويل وتروحي مغلفه بيها القلم، اي قلم عندك. طبعا احنا لو عملنا، بصوا لو عملنا القلم على الموبايل كده مش هيشتغل، مش هيفتح لنا حاجه. طيب بدل بقى ما نشتري القلم اللي عنده كتير، طبعا في ناس كتير عندها سامسونج، اللي عنده بدل ما يبقى عندك قلم وتروحي تشتري قلم، لا تروحي عامله حته فويل تلبسيها في القلم نفسه، القلم اللي هو العادي اي قلم عادي، وتروحي جايبه اللي اهو وتروحي فاتحه بيه، شايفين شايفين فظيع، ولا تحتاجي قلم ولا تحتاجي اي حاجه. تمام. القلم اللي هو بيتباع يعني عند بتاع الموبايلات، حلو جدا في كده، دي اول فكره معانا. الفكره الثانيه معانا حبايبي اللي انا عايزه اقول لكم عليها، فكره حلوه جدا بتعجبني برضو، في ايه؟ اول حاجه الحلل اللي هي البريستو دي اللي انتم شايفينها، او اي حله، اي حله ليها غطا مش لازم البريستو. تمام. بس هي الحلل البريستو بيبقى فيها حاجه ستانلس كده زي قاعده، اللي انت تحطي عليها بيبقى جاي معاها المصفه اللي هي بتاعه البخار، تعملي عليها بقى خضار سوتيه، تعملي عليها فراخ، اي حاجه بتبقى جايه معاها. ليه؟ لان انت لو حطيتي هنا ميه الخرام دي بيدخل فيها الميه، واحنا مش عايزين كده. طيب انا الستانلس بتاعتي دي انا فعلا مش لاقياها، بتعملي ايه؟ تروحي اخده ده الفويل عاملاه كده، تمام، ثلاث وحدات تعمليهم كور، هعمل لكم بس الموبايل اهو، تعمليهم كور وتروحي حطاهم اهو كده، تروحي حطاهم في الحله من جوه، شايفين اهو، تمام، وتروحي حاطه اهي المصفى اهي كده، انت عليتي المصفى عن الحله، وتروحي بقى حاطه ميه من تحت عادي، وتروحي حاطه خضارك هنا او لحمتك او فراخك، وتروحي مغطيه الحله. طبعا انا عايزه برضو اقول لكم حاجه، عشان قلتوا لي الفويل مش صحي، احنا الميه الفويل ده الميه اللي تحت مش هتوصل للاكل، هي يا دوبك بس هيطلع البخار مش هتوصل للاكل، فالفويل مش هيوصل للاكل بتاعنا. تمام. دي تاني فكره معايا. الفكره اللي بعد كده معانا حبايبي لاستخدامات الفويل هي سلكه المواعين. ازاي بديلي سلكه المواعين؟ شايفين انتوا الحله اهو انا سايباها برضو فيها حاجات اهو، شايفين، هتروحي جايبه الفويل بلاش شويه ميه،
بلاش سلكة، يعني لو ما عندكيش سلكة مواعين روحي بله الفويل وعامله كده في الحله اهو، عايزه بقى تحطي صابون مش عايزه، تمام. هتدعكي بقى الحله من جوه كده او الالومنيوم، مش عايزه اقول لك الحله هتبدا بتبرق من حته الفويل دي. تقريبا بقى الفويل مع المعدن مع المعدن بتخليها بتبرق. انا برضو اهو الحله اهي هشطفها لكم بسرعه كده وهوريها لكم شكلها بقى عامل ازاي بعد ما شطفتها. اهو يا بنات ده منظر الحله بعد ما انا عملتها بالفويل، اهو بتبرق من جوه وبرده ما بتخربش. يعني بصوا الفويل لو عملتي بيه كده مش بيخربش زي السلكه، ما بيخربش يعني مش بيخربش زي السلكه، مش هو زي السلكه، بيخلي الحله بتبرق. دي الفكره اللي بعد كده. الفكره اللي بعد كده معانا فكره البطاريات، تمام. بصوا دي ساعه عاديه، البطاريات بتاعتها اللي هي الكبيره اللي هي اللي اسمها قلم ولا مش عارفه اسمها ايه، تمام. طيب انت في البيت عايزه بطاريه كبيره وما عندكيش غير اللي هي الرفيعه خالص اللي هي المقاس الرفيع، طيب هتعملي ايه؟ الساعه كانت شغاله عادي، هتعملي ايه؟ هتروحي حاطه البطاريه عادي اللي هي دي الرفيعه عاديه دي، تمام، وجايبه حته فويل صغيره. بصراحه الفكره دي ابهرتني، يعني انا برده كبهير انبهرت، ابهرتني جدا على فكره. بصوا اهي حطينا بقى ايه، دي عادي الحجر ده عادي البطاريه، ورحنا حاطينها كده، تمام. لا الناحيه الثانيه حاطين دي كده اهي، هعملها ورا. حبيبي انا كنت طالعه حتى يعني طلعت حتى الحجر غلط اهو، طبعا الناحيه بتاعته اهي، هتروحي حاطه عادي حسب الناحيه اللي هو مرسوم لك فيها، وتروحي جايبه حته فويل اهي وتروحي حطاها اهي، زنقتي الحجر بالفويل، تمام. شايفين اهي الساعه اهي بحته الفويل دي، يعني انت دلوقتي ما عندكيش ما تنعيش هم، اي مقاس هيشتغل معاكي بحته الفويل. فكره فظيعه بجد، انا ابهرتني الفكره دي، وجربوها واهو قدامكم عملي. الساعه اهي شغاله عملي بحته الفويل اهي، تمام، وشلت الحجر دي. دي الفكره اللي بعد كده. الفكره حبايبي اللي بعد كده معانا للفويل هي فكره في الشتاء لما تكوني لابسه جوانتي. انا طبعا بتصادفني مشكله لما اكون البرد جامد جدا ولابسه جوانتي في ايدي من البرد، اجي بقى اعمل الموبايل لازم اقلع الجوانتي. انت لا، انت لو لابسه جوانتي عادي تمام، هتروحي جايبه حته فويل كده تحطيها على ايدك، مفيش اي مشكله، تلبسي بس صباعك فوق الجوانتي عادي، تلبسي حته فويل بس، وتروحي جايه اهو شايفين بس كده، ومن غير ما تقلعي الجوانتي ولا حاجه، لان دي مشكله بتقابلنا كتير جدا كلنا اهي، تمام اهو، يقفل عادي ويتصل مفيش اي مشكله. فكره حلوه جدا بس مش في الصيف، في الشتاء جربوها وادعوا لي. الفكره اللي بعد كده معانا حبايبي للفويل هي فكره التغليف العيون، تمام. انا عارفه طبعا ان كلكم عارفين الفكره دي وبتاع تغليف العيون وكلنا شغالين بيها. طيب ايه الفكره بقى اللي انا عايزه اقول لكم عليها في الفويل؟ فكره الفويل الصغير ده، انا بروح على طول اشتري الفحم اللي انا قلت لكم عليه وريته لكم قبل كده في فيديو البخور، اللي ما شافش الفيديو عامله فيديو للبخور، بجيب فحم هوريكم برده الفحم اللي انا بستعمله. هو ده يا حبايبي الفحم اللي انا بستعمله، في نوع تاني اسمه صقر برده او السراج، ده بيتباع بالكيلو تمام عند بتوع الفحم. بتوع الفحم دول بيبيعوا برده شيش، تمام، الشيشات بقى والفويل وحاجات اللي هي بتاعت الشيشه، بس انا بجيبه من اي واحد، عشان سالتوني قبل كده منين، من اي واحد بيبيع مستلزمات الشيش لان ده بيستعمل برده في الشيش. طيب وانا هناك بقى بجيب الفحم ده، لقيت ايه؟ لقيت الفويل ده، ده الفويل ده برده بيستخدموه بيحطوه على الشيشه ويخرموه ويحطوا عليه الفحم للشيشه والكلام ده كله. طب انا بقول لكم ليه الموضوع ده، بقول لكم الموضوع ده لان هو ده هايل في ايه، هايل اللي هو بيبقى صغير على قد العيون، بدل ما تهدري بقى في الكبيره دي تجيبوا مثلا باكت. انا برضو مش عارفه عندي الباكت العلبه، اهو ثواني اهو، انا الحمد لله لقيته، هو بيتباع عامل كده تمام اهو،
مش عارفة ده تقريبا بكام، والله انا برضو بجيب منه بس مش فاكرة، ب15 ب10 مش عارفة. بصوا حبايبي بيتباع اهو، وبيبقى مقطوع برضو، في نوع انواع منه بيبقى مقطوع، بيتباع في العلبة كده. انتي خلاص مجرد اللي انتي خدتي كده، وايه بدل ما تهدري تقيسي العين عاملة ازاي، وتروحي قطعة تمام، وتروحي مغلفة العين سواء بقى بالتحت اللي هو بتلمع او باللي فوق اللي هي مش بتلمع، وتروحي قبل كده قلت سألتوني تروحي عاملاها كده لجوه، وتروحي خرمة، لازم تخرمي وتطلعي الحتة الفويل اللي انت خرمتيها من جوه تمام. دي اهم حاجة للعيون. ده هاتوه حلو جدا ومش غالي، وبعدين بصوا الرول بتاعه كبير جدا، بيقعد معايا ده بجيبه للعيون فظيع. فدي فكرة الفويل برضو مع العيون. الفكرة حبايبي اللي بعد كده معايا، فكرة اللي انا اجيب حتة فويل صغيرة، انا كنت قبل كده بعملها بطول البوتاجاز. لا، انتي مثلا هتقلي حاجة هنا او هتحمري حاجة في العين دي تمام، تروحي جايبة حتة فويل صغيرة دي على القد تحطيها هنا، وبرضو تكون ماسكة البوتاجاز من تحت من هنا، الحتة دي الحتة الالمنيوم دي هتمنع عندك طبعا لما بتيجي تحمري، هتمنع عندك الطرطشه خالص، ومش هتبهدلك البوتاجاز. انا لما باجي احمر او اقلي كل ده عندي، كل البوتاجاز ده عندي بيتبهدل. لا، انت لو عملتي كده خلاص، وهتروحي شايلاها، يا اما خلاص انت عايزه تحطيها تاني، ما اتبهدلتش مسحتيها وحطيتيها تاني، يا اما رميتيها. بس في الاغلب ما بترميهاش، لان هي لو مسحتيها مسحه خلاص. وفي برضو الفويل اللي هو التخين بتاع البوتاجاز، انا كنت الاول بجيبه بفرش بيه البوتاجاز، ده كان بيبقى هايل برضو، وبيقعد معايا فتره كبيره الفويل التخين، وممكن برضو تحطي هنا. وبرضو انا هقول لكم الفكره اللي جايه، فكره ايه هي الفكره اللي جايه بتاعت الفويل الحلوه جدا جدا جدا، اللي انا بصوا بحط ايه، بحط في الفرن الصغير الكهرباء الصغير، بحط من تحت، لازم تحطي حته فويل. بصوا هو طبعا انا كنت عامله لكم عليه ريفيو قبل كده، هو صدى مش عارفه نوعه مش حلو، بس ماشي اوكي هو مصدي، بس مش لازم يكون متبهدل. بصوا انا خل برضو حاجه فارت سبتها لكم، اي حاجه بتفور بقى على وانت مشغله الفرن بتفور على الفويل. وده الفويل التخين اهو، بصوا ده الفويل التخين اللي انا بقول لكم عليه. مش عايزه اقول لكم الحته بتقعد معايا مثلا بالشهرين ثلاثه، ليه بقى؟ لان هي بتتغسل عادي. الفويل ده ممكن بالليفه تغسليه حاجه فارت عليه، بعد ما تخلصي على طول تروحي عاملاه، بيقعد معاكي مش كل شويه تغسليه، لا بيبقى زي الفل، كل ده بيروح معاكي في الميه مع الليفه بيبقى زي الفل. دي برضو فكره حلوه لاستخدامات الفويل. الفكره اللي بعد كده معانا للفويل يا حبايبي، فكره المسن. هي بصي تتني بقى حته فويل كده على كذا طبقه تمام، وتروحي سنه بيه المقص تمام اهو كده، بس مجرد ان انت تقطعي بيه بالده بالمقص. وبرده ممكن تعملي ايه، لو سكينه او برده المقص، ممكن كمان ما تقطعيش، بس ممكن تعملي كده شايفين، بس مجرد كده كده بتبقى حلوه جدا. المقص معاكي بيتسن، وحتى برضو لو سكينه عملتيها كده هتتسن معاكي، هتبقى زي الفل اهو رايح بس كده، مش بتضيعيش رايحه جايه عليه، لا كده اهو. ده لو انت في حاله ان انت ما عندكيش مسن للسكينه والمقص. الفكره حبيبي بعد كده معانا هي بالمكوى، في فكرتين. اول فكره فيهم، انت حبيتي مثلا عندك ترابيزه خشب، عندك حاجه ازاز، اي رخامه، اي حاجه تمام. طيب عندك حاجه زي كده وعايزه ان انت تكوي اي حاجه تمام، عايزه تكوي اي حاجه عندك، ومش ما عندكيش ترابيزه مكوى مثلا، او عندك اللي جنبك يعني حاجه مثلا اتزنقتي في مكان ما فيهوش اي ترابيزه مكوى، ما فيهوش اي مثلا كوفرتا، ما فيهوش اي حاجه السرير تمام، فعايزه تكوي، هتعملي ايه؟ الفويل ده بيعزل لك الحراره، يعني بيعزل لك، لو انت عملتي على خشب الخشب مش هيتحرق، لو عملتي على ازاز الازاز مش هيطق. عادي بتحطي الحاجه مثلا اللي عايزه تكويها، وتروحي جايبه المكوى وتكويها عادي جدا على الفويل، ما تخافيش على الحاجه اللي تحت الفويل، ما تخافيش على الحاجه اللي تحت، مش هيسخن معاكي. معلش الكاميرا قطعت، كنت بقول لك اللي هو ما تقلقيش، مش هيسخن اللي تحت، ومش مثلا الخشب مش هيتحرق معاكي، ولا الازاز هيفرقع معاكي، ده تستعمليه كانه ترابيزه مكوى تمام. دي الفكره اللي هي الاولانيه بالمكوى. الفكره الثانيه، فكره اللي هي هتحطي عندك هنا اي حاجه في الكيس، وتروحي جايبه الكيس اهو
وتانياه كده اهو التانيات اللي انت عايزاها، وتروحي جايبه ده الفويل وتروحي حطاه كده تمام. وهنروح كويم بالمكوى عليه كده بالراحه اهو اهو، اتقفل معاك الكيس بقوا زي الفل. بس حاولوا برضو نصيحه مني، لو هو الكيس النوع الرفيع ده حاولوا ان انتوا تعملوه على كذا واحده، اهو الكيس اهو بقى زي الفل معاكي، وتحطيه في الفريزر عادي، تحطيه في اي مكان هيكون معاكي عادي جدا كده. خلاص احنا خلصنا الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، يا رب تكونوا في حاجات يعني جديده استفدتوا منها ما كنتوش تعرفوها، وان شاء الله يا رب لو فكره واحده بس. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسونيش بقى في اللايك وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم، باي باي.